مبروك يا ست هدية، مبروك يا كبير. أمال يا دكتور عندي إيه؟ إيه يا كبير؟ تفتكر هقول لك مبروك المدام جالها الضغط؟ مبروك المدام حامل. أنت بتتكلم صح صح؟ وأنا بهزر معاك ولا إيه؟ مش وقت، خليك معايا. أنا هكتب لها على شوية مقويات وفيتامينات. وخلي بالكم الحركة الزيادة والعصبية مش كويسين عشان الجنين. طب عدم المؤاخذة يا دكتور، سؤال صغير قدك ده. إيه؟ وأنت بتكشف عليه، لقيته واد ولا بنت؟ لقيته كومي. ما بيبانش دلوقتي، لسه بعدين، في جهاز اسمه السونار. هو اللي بيبين اللي كان ولد ولا بنت. قومي حضرتك بقالك نص ساعة عم تكشف عليها بالسماعة. يعني أنا لو سمعت صوت الجنين خشن يبقى ولد، ولو سمعته ناعم يبقى بنت. أنا زهقت. الأدوية دي تجيلها وأنا هعدي عليها بعد أسبوعين، ولو حصل لها حاجة أو ما حصل لهاش حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. غور الله يعكنن عليك. ألف مبروك يا بنت. مبروك عليك يا كبير. أخيراً وددت. مبروك يا مولواد. إيش معنى يعني هيطلع واد؟ ما يمكن تبقى بنت. والله لو بنت وشبهك يبقى خير وبركة. بيني وبينك أنا معوز يعمل حكاية الصنان اللي يقول عليها البشمهندس ده. كل اللي يجيبه ربنا كويس، المهم تقومين لي أنت بالسلامة. يسلمك يا كبير. مين؟ أنا جوني. تعال يا جوني، تعال قول. ألف مبروك يا كبير، ألف مبروك يا هدية. الله يبارك فيك يا جوني. اهدي، أنت الحق تعرف هي فيش حاجة بتستخبى في البلد دي ولا إيه؟ لا، الدكتور اللي شكله مجرم ده هو ماشي حكالي على كل حاجة. بجد خبر بمليون يورو. طول عمري كان نفسي حد يقول لي يا أنكل. من قلبي، ريلي مبروك. الله يبارك فيك يا ود أبوي. ها، فكرتوا في الأسامي؟ أنا رأيي لو ميل ذكر يعني تسموه تيستو، ولو بنت تسموها براكسا. بيصتوا ايه يا عم انت وبرخصة ايه؟ لو واد هسميه العترة عشان يبقى فيه مزيكة. اسمع كده، العترة الكبير الكبير قوي، شايف القفلة؟ ولو بنت هسميها دام العز على اسم ستي الله يرحمها. لا يا اخويا، انا هسمي عيالي اسماء حديثة، يعني لو واد هسميه مهند عشان يطلع رومانسي، ولو بنت هسميها نانيس. So weird. ربنا يكون في عون الاطفال دي يا جماعة، دول احباب الله. نص البلد اسمها نانيس، يعني ايه نانيس اصلا؟ انتوا مش عارفين يعني ايه بتقلدوا. خلاص هاتوا حاجه مبتكره، مفيش منها كتير. يعني عاوز اسميه صباخ يعني عشان يبقى مميز. رايحه فين يا بت؟ عشطانه، هقوم اشرب. يا بت انت بقره يا بت، مش الدكتور قال لك تقعد وما تحركيش من السرير واصر؟ عاوزه اي حاجه قولي لي، انا اروح اجيبها لك وادي. عشطانه قولي لي، عايز اشرب مي، اروح اجيب لك مي. يا اخينا في حاجه؟ دي غرفه نوم، دي جاي تحلق. احلى ايه يا عم، انا بس متاثر الكلام تاتشي يعني كان. يلا يا حني، يلا يا حني، يلا يلا. والله وحتبقى دادي. او ماي جاد، او ماي جاد، ردوا عليا. مين دول اللي ردوا عليك؟ بتوع مسابقة التمثيل بتوع أمريكا، بعتوا لي ايميل موافقين. لا يا راجل، شفت بقى مش قلت لك؟ قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا لي ممكن أبعت الدي في دي ماكسيمم شهرين. طب بيس جدا، شهرين ده وقت كافي قوي. إحنا عايزين نألف مشهدين بقى جامدين جدي، حاجة اللي بتبين الهيرو، عارف؟ عشان يتوهموا بيا قبل ما أروح. ممكن نعمل ده بتاع ماتريكس، عارف لما كان البطل جاي عليه الطلقة من بيو. اللي هو ده؟ بس هتعمله انت بحبل طبعا، هتشدني بحبل عشان معاش. وممكن التاني كمان بتاع سوبرمان لما خد حبيبته وطار بيها من فوق الروف وعمل وش الجان. ايه سوبرمان ايه وماتريكس ايه يا ابني؟ الناس دي عايزين مشاهد اوريجينال، يعني ما حدش شافها قبل كده. طب هنلحق امتى نالف مشهدين دلوقتي؟ سيب الموضوع ده عليا. سيب الموضوع ده عليا، يعني تنيل تعمل ايه يعني؟ هكتب المشهد وهخرجه لك. انت عارف ان انا من زمان عندي الملكه دي، احب القصص والتاليف والاخراج وال... تصدق معاك حق، انت طول عمرك فتاي وراجل كذاب. طب مش بتصدقني؟ الحقيقه لا.
يبقى سيب الموضوع ده عليا. برضو بقول لك انت بالنسبه لي فيك يعني مفقوس. انا عارف، انا عارف ده موضوع وده موضوع تاني خالص، انا فاهم كل حاجه، بس سيب الموضوع ده عليا. يا ابني قصدي انك مش متصدق. سيب الموضوع ده عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما انت جايبه، انا اروح اقلع لحالي. ما انا ما كنتش هقوم اصلا. ماشي ماشي يا ام العتره، ما هو اللي يلقى دلع وما يدلعش. يا دي انت مولع سجاير؟ لا ما مولعش. انت شربت سجاير النهارده؟ ولا سجاره واحده. طب كنت قاعد مع مدخنين؟ ايوه عادي، كنت قاعد مع مدخنين. لا مش عادي، انا مش طايق ريحه الدخان دي. اخفي الهدوم دي برا، اخفيها. اها اها، ادي الهدوم اها، وادي ريحه السجاير. ها روحي يا ريحه. واه اقدي هتقد لنا ريحه الهدوم اللي في الدولاب. هذه العباية، هذه العباية. آه. قولي لي عاد تقري ايه؟ ده كتاب جابهولي جوني اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث من فترة ما قبل الولادة حتى سنوات المراهقة. بيقول ايه الكتاب ده؟ بيقول ان الوحدة في أول الحمل بيبقى خلقها في مناخيرها، ولازم كل اللي حواليها يطوعوها ويسمعوا كلامها في ايتها حاجه. ليه؟ عشان ما تتزربنش. وبيقول لك ان الوحده ان تزربنت بيبقى خطر عليها وعلى البيبي. ربنا ما يجيبش زربنه. قولي لي صح، انت كلتي ولا ما كلتيش؟ لا ما كلتش. واه ينفع قده كل ده من غير ما تاكلي؟ قده البيبي يطلع لايح. والله ما قدر اكل يا كبير. لا لازم تاكلي. شوفي انت قولي لي نفسك في ايه وانا اجيبه لك ان شاء الله لو كان اي حاجه. اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طيب انا عاوزه سوشي. ليه تاخرتي علي؟ انا استنيتك النهارده الفجر وكنت بستنيك في كل فجر. اصل ما خرجتش الا النهارده الساعه 9 الصبح. هو معقول اتاخر عنك يا انجي؟ ما كنتش فاكره انك هتوحشني كده. انا ما وحشتكش يا علي. ابدا، لانك ما سبتنيش. جوني توماس انا بجد متوتر. لا جوني في ايه؟ فك، يلا ريلاكس، نفس. برو ايه بقى المشهد؟ على فكره انا استشفيت من لبس انه هطلع امين شرطه بوقف تريلات. اسطى اقف رخص. لا 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 خالص. بص جوني انت علي يا ويكا، المواطن المصري الاصيل، ابن الجنايني المصري الاصيل. بص الكلام ده كله بيحصل قبل الثوره، بالرغم من فقرك وشعرك الا انك قدرت انك تدخل كليه الشرطه. المشهد ده بتقابل فيه حبيبتك اللي هي انجي بنت الاقطاعي، الراجل اللي هو الباشا الكبير. المشهد ده انت بتقول لها فيه انك بتحبها بالرغم من الفرق الاجتماعي اللي ما بينكم. دي حلوه، في دراما في الموضوع، يعني في 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 تحدي. بس تعرف في مشكله صغيره، حاسس انه مش اوريجينال، يعني سمعه قبل كده. شايفه؟ شفته فين يعني يا معلم؟ شفته شفته. يعني انت ما فتحت اللابتوب بتاعي؟ لا. يبقى ما شفتوش يا معلم. انا لسه كاتبه امبارح. ممكن. طب بقول لك ايه؟ يا بعيدا عن اي حاجه، مين دي؟ دي قمر. لا مش بقول لك انت شايفها ازاي وايه ميولك، مين دي؟ دي الغزاليه بتاعت الموالد، قمر الزمان. دي قمر الزمان؟ يا امال غدر الزمان يبقى ازاي؟ طب ودي ايه اللي جابها هنا؟ يا معلم دي انجي اللي هي بنت الباشا بطلة المشهد. دي بنت بنت الباشا؟ دي بنت الباشا؟ المشاهد دي رايحة هوليوود. ما هي نور يا جوني، بس اعمل ايه؟ مفيش واحدة رضيت تعمل الدور غير دي، انا اعمل ايه؟ المشهد رومانسي يعني لازم يتصدق. دي ازاي هيصدقوها؟ ازاي؟ بعدين تخيل سبيلبرج بيتفرج على المشهد، تخيل. يا معلم الناس دي مش عايزين يشوفوها، ما لهمش دعوه بيها خالص، عايزين يشوفوك انت، الفوكس عليك انت، مالكش دعوه. بص بقى انا هشيل كل ده في المونتاج. مونتاج هيعمل ايه؟ هيعمل يا نهار اسود جاي علينا. تكون سمعتني؟ عادي يعني ايه المشكله؟ بقول لك يا اخويا انت وهو، انا ما حدش اتفق معايا على المصلحه دي، كمان اول مره اشتغل موديلز. لوحدها موديلز. انا بقول لك اهو، انا هاخد في المصلحه دي 25 جنيه، ما ينقصوش مليم احمر، زي اللي باخدهم في المولد. رد رد على بنت الباشا، رد. اوكي يا قمر، بصي احنا هنديكي اللي انت عايزاه. طب اهرش. اهرش؟ اهرش، مش عايز اهرش. اهرش ليه؟ ابي بالالمانيا يعني. كلميني عربي. طب عربي بليز. اللحاليح
الكتاكيت، البرادس، الفلوس. ما تتنيلي قولي فلوس، اتنيلي قولي فلوس. خلاص 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 يا زوني خلاص. ايه خلاص معلش معلش يا جماعه. انت ايه يا ست الكل، انت جاهزه؟ ست الكل اللي هي تنسطر، اول مره حد يحترمني. طب معلش اتسطر. ها يا جماعه جاهزين؟ جاهزين. اوكي اكشن. انجي علي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. عوقت ليه يا جدع وخشتني عليك؟ انا قاعده مستنيك النهارده من الفجر. طب ورحمه ابويا اللي هيعدمه يا رب، كل يوم بقعد استناك هنا في الجنينه. كات. ايه يا جوني في ايه؟ ساكت ليه؟ ايه مال؟ واحدة بقى لها فترة ما شفتش البوي فريند بتاعها، بتقول له عوقت والجنينة، يرد البوي فريند؟ يرد؟ ايه يا ست الكل في ايه؟ ما بتقوليش الكلام المكتوب ليه؟ بقول لك ايه، الكلام بتاعكوا ده يا اخويا ملعبك، وبعدين انا ناصحة وواعية، عارفة انتوا عايزيني اقول ايه؟ انا هقول لكم اللي انتوا عايزيني اقوله بالوايم كده، بالفهلوة والحداقة. ايه الصعب في النص؟ ايه الصعب؟ عايز افهم. اللي انت قلتيه ده متنيل اصعب 100 مره من المكتوب، وبعدين ما تتنيلي تقري المكتوب وخلاص. اقرا ايه ونيلي وانا بعرف اقرا؟ وبعدين يا حبيبي انا مش جايه مدرسه. بقول لك ايه، عاجبك عاجبك، مش عاجبك اديني حبيبي فلوسي وامشي، عندي اسبوع. طب خلاص خلاص معلش. جوني جوني مونتاج، كل ده مونتاج. اوكي يلا. اوكي جاهز؟ اه. طب يلا كل واحد من الاول بقى، من الاول. روح مكانك يا ست عمر. عمر ايه؟ عمر ايه؟ عمر بالستر. جاهزين؟ هنعمل تاني. ها ثانيه واحده. اوكي انا اكشن. انجي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. انت عوقت ليه وخوشتني عليك؟ انا قاعده النهارده من الفجر جدع مستنياك، والأخوية اللي بيني وبينك أنا كل يوم بستناك هنا في الجنينة. I'm so sorry يا حبيبتي، بقالي 3 weeks ما خدتش أجازة، عندي امتحانات ميد ترم ومذاكرتش حاجة. لا إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمك وأشوفك لواء. بس مش عارفة لا علي كده، يعني أنا ما كنتش مصدقة إن أنا هبقى مدلوقة عليك وأبقى عايزة أشوفك على طول. إيه جدع مالك منشي كده؟ الله اصغاضني، هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش يا انجي، ما وحشتنيش. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك في كل حاجة. بشوفك في قرص الشمس، في قرص القمر، في قرص الفيتامين سي الفوار، بشوفك في فوم النسكافيه. اعترف لك بحاجة؟ لما بتوحشيني قوي بطلع الوردة اللي اديتها لي زمان في عيد الشرطة اللي فات. يا لئيم، انت لسه محتفظ بيها؟ دي زمانها عفنت. بتقول لك عفنت يا عم، مشهد رومانسي بتقول لي فيه عفنت. مونتاج، كل ده مونتاج. مهما عفنت ومهما كمكمت هفضل محتفظ بيها. عارفه ليه؟ ليه؟ بتفكرني بيك باجمل عيد شرطة عدى عليا، وانت كمان لازم اديكي حاجة تفتكريني بيها. لا 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 بص، ما ينفعش، احنا لسه ما ارتبطناش. النوج. خدي دي. يا لهوي. او ماي جاد، ام بليدنج النوج.